يحتفل السعوديون في 23 من سبتمبر من كل عام باليوم الوطني، وتعود مناسبة هذا اليوم لتاريخ توحيد المملكة من قبل الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، ويحمل احتفال هذا العام رقم 89، وتصاحب هذا اليوم احتفالات متنوعة ومختلفة في جميع مناطق البلاد. الاحتفالات تحمل شعار همة حتى القمة، استلهاما من مقولة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان. لكن لدى السعوديين همة، لدينا جبل دائما نضرب فيه المثل اسمه جبل طويق. لدى السعوديين همة مثل هذا الجبل، همة السعوديين لن تنكسر إذا نهد هذا الجبل وتساوى بالأرض. اليوم الوطني السعودي هو يوم استثنائي لكل من يقطن أرض المملكة، فالاهتمام المتزايد من قبل المواطنين والمقيمين بالابتكار والمبادرة والتميز يدل على حالة ولاء وانتماء صلبة بين القيادة والشعب داخل السعودية. أما عن الشراكة التاريخية بين الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية فحدث ولا حرج، حيث شكلت العلاقات الثنائية بين الدولتين نموذجاً للتعاون والتبادل المشترك تعززه روابط الدم والإرث والمصير المشترك بين البلدين، بعدما أسس دعائمها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مع أخيه الراحل الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراهما. وتعد تجربة العلاقات الإماراتية السعودية ناجحة وبامتياز بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في ظل تطابق مواقف البلدين تجاه ما تتعرض له المنطقة العربية من أخطار في مقدمتها خطر التطرف والإرهاب. وقد تجلى هذا التعاون في عدة مجالات عدة، لعل أبرزها التعاون العسكري، حيث تم تشكيل التحالف العربي لنصرة الشرعية في اليمن ودحر ميليشيات الشر الحوثية، وذلك بقيادة المملكة العربية السعودية ومشاركة فاعلة من قبل الإمارات. وتترجم احتفالات اليوم الوطني للسعودية واحتفالات اليوم الوطني للإمارات عمق العلاقة بين الشعبين الذين يتبادلان التهاني القلبية والتبريكات بهاتين المناسبتين، في شكل يصعب معه التفريق بين من يحتفل بيومه الوطني ومن يبارك له المناسبة. المحبة عندما تكون صادقة ونقية فإنها تخرج من القلب لتلامس القلب، لذا ستبقى علاقات الإمارات والسعودية صخرة صلبة تتكسر عليها كل محاولات زعزعة واستقرار المنطقة، ونموذجاً يحتذى لعلاقات الشعب الواحد والمصير الواحد والتاريخ الواحد والدم الواحد.